أوكرانيا في الحقيقة تدفع أيضا في هذا الاتجاه وتقول الاتفاق سلام مقابل الأراضي أو مقابل التخلي عن أي شبر من الأراضي الأوكرانية. يبدو أن الموقف البريطاني والموقف الأوكراني متطابقان، حتى أن هناك انتقادات سابقة من قبل العديد من المسؤولين الأوكرانيين لما تسمى بالأصوات الأوروبية التي نادت بضرورة التنازل لروسيا مقابل إحلال السلام. ويقول الأوكرانيون في مقابل ذلك يدعون الغرب والدول الشريكة إلى مزيد من تقديم الأسلحة النوعية التي تمكنهم من الصمود ومن إخراج الأراضي أو من إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. طبعا في غضون هذا يستمر القتال خاصة في المنطقة الشرقية. هناك نوع من الصمود تقول القوات الأوكرانية في منطقة ليسيتشانسك التي بها صعوبات جمة خلال الساعات الـ24 الماضية، خاصة وأن الوحدات الأوكرانية هناك باتت مطوقة، لكن على محاور أخرى يبدو أن هناك تحقيق لنتائج إيجابية وفق ما يصفها الجانب الأوكراني، خاصة في مدينة باخموت التي أبعدت القوات الأوكرانية الوحدات الروسية من محيطها، خاصة وأن هذه المدينة كانت على مر الأيام الماضية أيضا محور للاستهداف الروسي من أجل قطع الطريق بينها وبين مدينة ليسيتشانسك، هذه المدينة التي باتت محاصرة الآن. في جانب آخر يمكن القول عن ملخص الليلة الماضية وصباح اليوم أن عمليات القصف كانت كبيرة وكبيرة بشكل كبير، خاصة يعني انطلاقا من الأراضي البيلاروسية والتي لا طالما حذرت منها بيانات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية. أكثر من 50 صاروخا انطلق من الأراضي البيلاروسية ومس مناطق في وسط البلاد في منطقة جيتومر وكذلك في شمال البلاد في تشيرنيهيف. يتم الحديث بعد ظهر اليوم أيضا عن استهداف القصف الروسي للمنطقة الشمالية الشرقية في مقاطعة سومي. يقول الجانب الأوكراني بأن وهنا روسيا استخدمت لأول مرة منظومة نعم محمد، بهذه النقطة تحديدا، إلى أي مدى متخوفة أوكرانيا من هذه التطورات العسكرية وهي اليوم تطالب الحلفاء بتحقيق تكافؤ ناري اليوم على الأرض؟ فعلا التخوفات كبيرة، والتخوفات بدأت يعني منذ مدة، منذ تسجيل تقدم للقوات الروسية في منطقة الدنباس، الآن مع سيطرتها على مدينة سيفيرودونيسك تعالت أيضا الأصوات الأوكرانية تطالب الغرب بالالتزام وبالوفاء بوعوده التي قطعها من خلال إمداد أوكرانيا بأسلحة نوعية يمكنها أن تحدث الفارق على الأقل وتوقف التقدم الروسي في المنطقة الشرقية. المخاوف الآن ظهرت من الجهة الشمالية من الأراضي البيلاروسية التي يقول الجانب الأوكراني اليوم بأن روسيا تحاول أن تدفع بيلاروسيا للدخول في هذه الحرب من خلال استخدام أراضيها بشكل واسع للهجوم على المناطق الأوكرانية، وهو ما حدث طيلة الليلة الماضية وكذلك صباح اليوم.